في الذكرى 33 لإنشائها والتي تحتفي بهذا العام، خصصت شركة طيران الإمارات مكان خاص لدور المرأة في أسطول الناقلة الإماراتية، حيث تكون طاقمها الذي حط بمطار الجزائر الدولي من العنصر النسوي فقط، من قائدة الطائرة ومساعدتها إلى كافة المضيفات. نحن هنا في مطار هواري بومدين في انتظار وصول الرحلة التي تقودها كل من قائدة الطائرة البوينغ 777 اليونانية مارتا ومساعدتها الأسترالية دومينيك. أولاً أنا سعيدة لتمثيل طيران الإمارات في هذه الرحلة ومرافقة قائدة الطائرة مارتا في اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به عالمياً، وأعتقد أنه قد تحقق الكثير المرأة من الأهداف في القرن الماضي، ويجب العمل أكثر من أجل تحقيق أهداف أخرى. أعتقد أن مهنة الطيران هي مثال جيد لأننا نختارها ونفضلها ونحلم بها. فمثلا في بلادي أستراليا لم يكن هناك نساء يقودن الطائرات حين ولدت في العام 86، وعندما أتت شركة طيران الإمارات إلى أستراليا تقدمت إلى عرضها وتم قبولي ضمن طاقم الشركة التي تحتفل هذا العام بذكرى تأسيسها 33. فبعد السنة الماضية وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، احتفلت شركة طيران الإمارات على طريقتها الخاصة بتسليط الضوء على النساء من موظفي الشركة من خلال إصدار فيديو قصير لما يحدث خلف كواليس العمل لامرأتين عربيتين تقودان أكبر طائرة ركاب في العالم. وقد ظهر في الفيديو قائدة الطائرة المصرية نيفين درويش، أول امرأة عربية تترأس قيادة طائرة الآي 380 برفقة الضابط الأول الإماراتية علياء المهيري، والتي هي أصغر فتاة إماراتية تقود هذه الطائرة الضخمة في رحلة ذهاب وإياب من دبي إلى فيينا. وفي هذه السنة أعادت شركة طيران الإمارات نفس الفكرة في رحلتها من دبي إلى الجزائر. تمثل النساء نسبة 44% من الموظفين في طيران الإمارات، أكثر من 19,000 موظفة من 25 جنسية مختلفة، تعمل حوالي 18,000 منهن بطاقمي الطائرات، بينما تتوزع الأخريات بين مناصب تقنية ومهنية وقيادية. ترى كيف السبيل للوصول إلى تحقيق مثل هذا الحلم وتبوئ نفس المرتبة كامرأة تقود واحدة من أكبر الناقلات الجوية في العالم؟ حين أذهب للعمل أركز على أن أكون مهنية، ولا أود التركيز على أنني امرأة، وهذا مهم جدا بالنسبة للنفسية وأجواء العمل. إنني أركز على الجوانب التقنية للطائرة ومحركها وأجنحتها وسلامة أنظمة الأمان في الجو وعلى أرضية المطار قبل الإقلاع والهبوط، لذلك هو أهم تركيز، رغم أنه شعور رائع أن تكون امرأة. أنتم كرجال محظوظون لأنكم تعيشون مع المرأة الجزائرية، لأن المرأة الجزائرية جميلة جدا ومثقفة ولها تربية وأخلاق عالية. تستمر رحلة الناقلة الإماراتية ويستمر معها إدماج عنصر المرأة وبفعالية في أهم وسائل النقل العالمية في انتظار افتتاح مطار الجزائر الدولي الجديد الذي سيوسع نشاط شركة طيران الإمارات في الجزائر.